هذه لاكار ديال الدو السر حنبدلو ليها الحجرة، تنقلبوها من جهة الظهر ديال الدو السر وندفعوها هاكا. هذه هي الحجرة، كاين واحد الفرن هو هنا، نديروها في الـ20 ونعبروا الحجرة. كما عارفين البلاستيك اللي تحت دي ناقصة شوية، نورمال خصكم فيها 3 فولت، ناقصة واحد شوية. المهم نبغي نبدل الحجرة كيفاش نحيدوها. السير هو هذا كلي تيتحب من عند السير، ولكن هو مخبينا كونتاك ديالها. في حالة الى خوالك الحجرة مثلا ومبغيتش تحلوك البيبان تستعمل هذا.